عزيزي المشاهد، احنا وصلنا في الحلقة اللي فاتت عند مقتل قطز، والنهاردة احنا هنعرف مين اللي قتل سيف الدين قطز. في روايتين لقتل قطز تناولها المؤرخون، هنمسك كده بالترتيب. الرواية الأولى المشهورة عند الناس أن من قتل قطز هو الظاهر بيبرس، وأصل الكلام ده هو رواية واحدة تناقلها المؤرخون، ومن ثم اجتمعوا كلهم على رأي واحد هو أن بيبرز البندقداري هو الذي قتل المظفر قطز. طيب احنا هنتكلم عن الرواية دي وحنرجع لأصل القصة. بعد انتصار قطز على التتار في عين جالوت وتم تحرير الشام، السلطان قطز وعد بيبرز بمنحه حكم حلب، ولكن قطز رجع في كلامه لأنه قرر التخلي عن السلطنة وإكمال حياته في طريق الزهد وترك قيادة البلاد لبيبرز، وبالتالي تراجع عن منح بيبرز ولاية حلب بما أنه سيصبح ملك على البلاد كلها، ولكن قطز ما قالهوش على اللي في نفسه، فاعتقد بيبرز أن السلطان قطز قد خدعه، وبدأ رفاق بيبرز يصورون له ذلك ويحرضونه على الخروج عن السلطان وقتله. وبالفعل اقتنع بيبرز واتفق مع المماليك البحرية على أن يختلوه وهو في طريقه إلى مصر، وبالتالي وصل قطز إلى منطقة الصالحية وهي منطقة تابعة لمحافظة الشرقية في الوقت الحالي. وقطز بيحب الصيد، ودي كانت هواية عنده من زمان، من أيام ما كان طفل صغير. ولما عسكر الجيش المصري في منطقة الصالحية أخذ قطز الفرس بتاعه وطلع من غير حرس، وذهب للصيد وراء أرنب بري، وطلع لوحده زي ما قلت لكم، واستغل الأمراء البحرية الفرصة وطلعوا وراءه ومعهم بيبرز. فلما قطز شاف بيبرز والأمراء وراه وقف بالحصان بتاعه، فقرب منه ركن الدين بيبرز وشفع عنده، يعني قال له أنا عايز أطلب منك طلب. فقطز قال له اتفضل، فبيبرز قال له امنحني مقطوعة أو قصر هو عايزه. في رواية بيقولوا إن هي مقطوعة حتة أرض أو قصر هو عايزه أو جارية، فوافق قطز، فقرب منه بيبرز وأخذ يده ليقبلها فأمسكها وضربوا بالخنجر، فانقض عليه الأمراء بالسيوف والرماح وألقوه من على فرسه جريحا وضربوه بالسيوف حتى قتلوه. وبعد ما عملوا عملتهم وقتلوا قطز هربوا إلى المخيم وفي إيديهم سيوفهم ملطخة بدماء قطز. فطبعا بقية الأمراء لما شافوهم هم راجعين على خيولهم وسيوفهم فيها دم فقالوا لهم انتوا عملتوا ايه؟ فقالوا لقد قتلنا قطز. فبقية الأمراء الموجودين في المخيم قالوا مين اللي قتل قطز فيكم بالظبط؟ كل أمراء المماليك اللي شاركوا في الجريمة دي قالوا اللي قتلوا بيبرز. فوقف بيبرز وسط الجنود وقال بالفعل أنا اللي قتلت قطز. فتفاجئ كل الأمراء الموجودين بهول الفاجعة وأخذوا قرار غريب، بما إن أنت اللي قتلته يبقى الملك ليك أنت، وبايعوه جميعا على الملك وسلطنة مصر ولقب بالملك الظاهر. وإن المماليك عندهم مبدأ في حياتهم اللي هو أنت تحتفظ باللي قتلته، بالمعنى أنت اللي قتلت الملك يبقى أنت هتبقى الملك مكانه، وبالتالي أصبح بيبرز هو سلطان مصر. وهي دي الرواية الأولى بالتفصيل زي ما المؤرخين ما قالوها وتناولوها لغاية ما وصلت بالشكل ده. هنيجي بقى دلوقتي للرواية التانية. الرواية التانية مختلفة تماما بقى عن الرواية الأولى، بتقول إيه؟ إن الاتهام بقتل بيبرز لقطز غير صحيح بالمرة، ولا ينبغي توجيه إليه الاتهام ده بناء على رواية واحدة تناقلها المؤرخين لبعض، بما إن مفيش إثبات واحد عن أصل الرواية دي. والمؤرخين أصحاب الرأي التاني بيقولوا إننا عندما ننقد الحدث التاريخي ينبغي أن ننظر إلى سيرة الشخص الموجه إليه الاتهام، بالمعنى إن إحنا وجهنا الاتهام لبيبرز إن هو اللي قتل قطز، يبقى إحنا لازم قبل ما نوجه له الاتهام ده نبص على السيرة الشخصية للطرف التاني اللي هو الموجه إليه الاتهام اللي هو بيبرز. وهل ممكن فعلا أن يصدر من بيبرز الفعل ده والسلوك ده بناء على سيرته وأخلاقه وسلوكياته؟ يبقى الرواية التانية بتقول إن إحنا لازم لما نوجه لطرف اتهام نبص للطرف ده على سيرته وأخلاقه وعلى سلوكياته قبل ما نوجه له الاتهام، خصوصا إن مفيش حاجة تثبت إن هو اللي قتل قطز، كلها روايات. فالظاهر بيبرز عايز شهادة من جميع المؤرخين بالعدل والإصلاح واهتمامه فترة حكمه بشؤون الرعية،
وتيسير الحياة عليهم، وسمي بيبرز بأبو الفتوحات الذي قضى على المغول وعلى الصليبيين وقضى معظم حياته يجاهد على فرسه. فرجل زي بيبرز ازاي يتوقع منه ان يقتل سلطانه الذي يدين له بالولاء والطاعة، وامتى كمان هيقتله؟ وغير كده ان الظاهر بيبرز انعم الله عليه بعد تولية الحكم بانتصارات على المغول وعلى الصليبيين، ومنح دولته قوة عظيمة، وكل دي علامات على صلاح الراجل، ربنا واقف معاه، والراجل صالح جدا. لو كان هو راجل فاسد او قاتل ما كانتش المقومات دي كلها هتبقى واقفة معاه، وما كانش الشعب هيحبه، وما كانش بيبرز هيبقى بهذا الصلاح والعدل في الحكم. ويبقى نفس السؤال اللي احنا قلناه في اول الحلقة، مين قتل قطز؟ في الواقع ان هناك جهات عديدة لها مصلحة في مقتل قطز، منها اول حاجة التتار. وهقول لكم ليه التتار. التتار ذاقوا هزيمة مرة على ايده منذ ايام قليلة، ويفكرون في العودة مرة اخرى واحتلال مصر والشام، وعشان كده هدفهم الاول التخلص من هذا البطل سيف الدين قطز. الجهة التانية الصليبيين. الصليبيين خايفين ان يستقر الحكم لقطز في مصر فيلتفت اليهم ويحرر المدن الإسلامية اللي بيحتلوها في الشام. الجهة التالتة بقى هما الأيوبيين، والأيوبيين طبعا زي ما احنا عارفين انتهى حكمهم بالكامل في مصر والشام، وان اللي حكم البلاد دلوقتي هو قطز والمماليك، وبالتالي اصبحت سيطرة مصر والشام بالكامل بدل ما كانت تحت ايد الأيوبيين بقت تحت ايد المماليك. من سيف الدين قطز ممكن ينهار حكم المماليك ويرجعوا تاني لحكم البلاد. وبالتالي احنا كده شايفين ان في اسباب عديدة جدا لمقتل قطز غير طمع الظاهر بيبرز في الملك، وان السيرة الذاتية لبيبرز في فترة الحكم بعد مقتل قطز كانت سيرة كلها اصلاح وعدل ومساواة، وان الشعب كان بيحبه جدا وادى حياته كلها في القتال على فرسه ضد المغول وضد الصليبيين، وسمي في الفترة دي بأبو الفتوحات. وبالتالي ازاي واحد يتميز بالعدل وبالمساواة بالشكل ده يفكر ان هو يقتل السلطان بتاعه؟ وما ننساش برضو ان في الوقت ده كان موجود الشيخ العز ابن عبد السلام، كان مستحيل يقف قدام الباطل مهما كانت قوته. يعني لو السلطان كان في عز جبروته والشيخ العز ابن عبد السلام كان شايفه لا يصلح كان حيواجهه في وشه، بس في فترة حكم بيبرز الشيخ العز ابن عبد السلام كان راضي تماما عن فترة حكمه وما اعترضش تماما. بالعكس، هو لو كان عارف ان بيبرز هو اللي قتل قطز كان هيبقى ليه مواقف تاريخية اخرى. اذا ممكن نشوف بعينينا ان الظاهر بيبرز بريء تماما من تهمة قتل قطز، وان هناك ناس كتيرة قوي مستفيدة اكتر من بيبرز من قتل قطز، والناس المستفيدة دي قدروا ان هم يرسلوا خلفه من يتبعوا في طريق عودته الى مصر وياخدوه على غفلة ويقتلوه. وانا كده قلت لكم الروايتين، اتمنى ان انتم برضو تساعدوني وتبحثوا في الموضوع ده، ورأيكم يهمني جدا. انا عايزكم في التعليقات هنا تكتبولي انهي رواية انتم اقتنعتوا بيها اكتر، ان اللي قتل قطز بيبرز بالفعل ولا الجهات التانية المستفيدة من قتل قطز، وان بيبرز بريء من دم قطز. هستنى رأيكم في التعليقات وحنتفاعل ان شاء الله مع بعض. والمفاجأة العجيبة في قصة قطز ان هو لم يبقى في كرسي الحكم إلا أقل من سنة، قعد بالظبط 11 شهر و27 يوم في الحكم. أنا عايزكم تفتكروا في أول حلقة عملتها عن قصة التتار، كانت بداية الحلقة عزيزي المشاهد أهم شيء من التاريخ والقصة هو العبرة والتعلم. إحنا بنحكي القصة بس أهم حاجة منها إن إحنا ناخد عبرة ونتعلم، ده أهم شيء من القصة أو من التاريخ. فبالتالي شخص قعد على كرسي الحكم أقل من سنة 11 شهر و27 يوم بس، عمل كل هذا التاريخ المجيد والانتصار المذهل والآثار العظيمة التي غيرت جغرافية العالم، كل ده عمله في أقل من سنة. لقد مات قطز بعد انتصار عين جالوت ب50 يوم بس، وإن كانت فترة حكمه صغيرة جدا إلا إنه كان من أعظم رجال الأرض، وأن قيمة الرجال وعظمتهم لا تقاس بطولة العمر ولا بكثرة المال ولا بعظم السلطان، وإنما تقاس بالأعمال الخالدة التي تغير من وجه التاريخ ومن جغرافية العالم. ولا شك أن التاريخ
كان سيخفل اسم قطز كما أخفل أسماء الكثيرين من قبله. ولا شك أن محمود ابن ممدود أو سيف الدين قطز قد حفر اسمه في سجل التاريخ من ذهب، وأن حفر الاسم في سجل التاريخ لا يحتاج إلا الرجال العظماء. فقال الشيخ العز ابن عبد السلام عنه: ما ولى أمر المسلمين بعد عمر ابن عبد العزيز من يعادل قطز صلاحا وعدلا. رحمة الله على القائد الفذ قطز الذي تعلمنا منه ولا نزال نتعلم، ولنا في التاريخ عبرة. وهي دي آخر حلقة من سلسلة التتار، من البداية إلى السقوط في عين جالوت إلى سيف الدين قطز. لو عجبتك الحلقة أتمنى أن أنت تشترك في القناة وتدعمني وتقول لأصحابك وأصدقائك على المحتوى وعلى مدى إفادته، وتقدر أنك تساعدني في نشر المحتوى. وأشوفكم إن شاء الله على خير في سلسلة حلقات تاريخية قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.